غير سير عمر البوطه يا عمر غير ديك حتى وري غتخوغ الحليب ديالي تصود غادي ينغل معايا من الزيت فضي يا نسائية تبات ديك فضها وعبلاتي صبر 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 ورتشي دوك انا ضاين صافي طفطف انت ثلاثة طفطف يا الناس طفطف انت صافي تكمل ورطا بلاتي مش هادي تيوي سعيدة ثلاثة ثلاثة قيت ثلاثة هضر راضية وينا ثلاثة مستقصة تدري يا مغاض بلاتي إسهال كل ما إلا نسكر غاس ولكن كل ما إلا في كراس ما يسمي نسكر غاس رفع خار في كراس كل ما إلا ولكن كده جزيد على جزيد لن إلا وكان بلوك مال غاس الأعشاب الطبيعية ولكن ستني لي درت مثلا الدواء كرام غدا قبل ما نسكر كيسم اللي بعدا رسم ساكن بيزار سمعتك ديري رئيسة جمعية تيفول النسوية للتنمية الدور نوغ غدوار هو أن دات لباغ سميتو طلب نتمغارين هي كانت بأنه تناوي كرا المشاريع تنفع بعد أدوار أولا نفع عند تيمغارين استفد من كل شيء يعني زنت غيد اللي ما في حالهمش يعني دات نتعاون حتى نتني زون درت نتكرا المشكل غير المشروع عاد نتنفك اللي كان وين يغاضيون غير الحليب ولا يغاضيون بالنسبه عامه يعني كي دورينو مي كان هو سنف غير حل المشاكل يعني كي دات تدوخ الجهات يا ضني زون يعني جمعيه نروزا داغي كان حتى نتي المشروع عاد نغاضيون يعني حتى تمغرطه دور تضيع لا اختا غاتنس ولا حتى غنسمنت غير نجيب بنت كنت نتيني يعني حتى البطاله بزاف تلا غدغي قلت لي خدمت بزاف يعني زون طايد المواشي خدام انا متن بزاف بدات الزنزان المهم بدات الزنزان هاد الشتان تسادو الوقت هذا هو المقص باش كنقطعوا ليها الضفر ديالها الا كنشوفوا البهيمه ديالنا كيف ما كانت كتشوفوا حتى عند العودان عندهم داك الصفيحه ياك كتمشيو عند هذاك السيد اللي كيقاد لهم الصفيحه علاش لان داك الوزن كله اللي هو عنده كيوقف على رجليه والا كانوا رجلين ما مقادينش كيولي كيتمشى معوج والبهيمه الا كانوا رجليها ما مقادينش ولا كانوا الضفار كيبسطوها حيت هي كيوليو لها الضفار قد هكا
كاين اللي كيوصلوا طوال، كاين اللي كيوصلوا لواحد المستوى خايب، مي كيوصلوا بزمنها حيت كيضروها كتولي كتمشي بالطريقه اللي غتريحها. حنا كيف قلنا وكلناها شربناها بيتناها مزيان تهلينا فيها، مي خصنا نكملوا التهلو ديالنا فاش مكياج ديالها التهلو ديالها حتى هي يكونوا عندها رجلات زوينين وخف عليهم، خاص يكونوا عندها الوقفه تكون مقاده باش حتى الا شفناها في المنظر ديالها كتبان لينا واحد المعزه زويونه سهله وبسيطه باننا نكونوا واحد كي كنقولوا واحد مقاوله ولا واحد المشروع صغير. عمر شي واحد يقول لكم راه النجاح دي بغيت ندير واحد المشروع صعيب عليا، لا ما صعيبش الا بديت بالبدايه الصحيحه واحترمت القواعد الصحيحه واحترمت اشنو خصني ندير وشنو اللي خاص هذاك ونقرا عليه شويه ونفهم كيفاش. ما يمكنش انك ما تنجحيش المشروع ديالك. شتي هذا حيدنا زيده زيده هذه اللي خصك نحوم. شتي كنرجعوا لهنا كنبداو كنديروا لها هكا تيبان لكم تيبان تيبان ولكن راه كيكون بعض المرات داك الضفر كيكون حي الا قصتيها راه كتنقز كتنقز راه كيوصل كاع للدم الا قصتي، ولكن هذا اللي شايط هذا راه ما حي ما والو، هذا غير غادي هكاك هي ما دارت شي حاجه راه ما دارت والو فهمتي، هذا راه كيبرزطها هي ما كيخليهاش تمشى مزيان. خاصك تحاولي ما تحاوليش توصلي للبلاصه اللي حيه هذا الشيء دابا هذا الشيء راه ماشي حي فيه، هذا راه كيبرزطها كيطول بحال الضفر ديالك الضفر ديالنا عميتين راهم حيين ولكن ملي كنحيديهم كنحيدو ما كيطرى لنا والو في ذاتنا كنقصوهم باش نقدروا ناكلو باش نقدروا نتمشاو باش كنعرفوا العمر ديالها. اجي تشوف اجي هنا حسبي يلا سيدي ديري عندها عامين ونص حسبي لي سمعي ها واحد هذا كيتسمى نص واخا حسبي دونك هادو اجي هنا كي كنقولوا لهم حنا في اللغه ديالتنا اللغه ديالتنا اللي كنهضروا بها عند الفلاحه عند السواق في كذا كتمشي تشري الخروف ديال العيد كتمشي تشوفيه وانت ما عارفه شيء كتقول لك كيقول لك تتقول له شحال شحال عمرها اش كيجاوبك تيقول لك سال الحليب كيقول لك 140 هكا ديال اللغه ياك. دابا بالنسبه لي انا غنعطيكم سؤال اشنو هذه في اللغه ديال الفلاح هذه في اللغه ديال الفلاح هضري معايا غير بلغه الفلاح 100 شوف شوف مي كيتزاد الهيمه كتزاد بسنان الحليب كيف كيتزاد ولادنا فاش كيكونوا صغار وعاد كيديروا السنان كيكون عندهم دوك السنينات وسنان الحليب دائما تيكونوا رقيقين وصغارين ياك بدات التنين دغنا ولكن قلت ناري دول حلا دابا خلي تا غير الضفو ها كمل زعما الحمو قادر نداو لا غير النص راح النص حتى تلقاسم التجاري فهمنا
مشاكل عندكم هذا شنو؟ باش ما كان العربيه باش تفهموا شي مشكل. انا مشكل الهضره صافي شي حرا فاهمك شاطولي راه ماشي شي اللي تتريحك اللي تتريحك ماشي مشكل نضرب عليها. المهم بالنسبه لجمعيتي فولتوت المشروع غادي زوين. غير بالنسبه للمشاكل اللي عندهم كاين الاسهال بزاف ومرض العينين وكيضروا الركاب ديالهم. وبالنسبه للسميسو الجديان الصغار كيموتوا بزاف ما عادوش من السهال ولا ما عرفتش حاجه اخرى. و سميتهم التونيا فيهم بزاف وسميتو شنو اخر ما ننسى ولو كيكحبوا بزاف فيهم الكحبه. واخا هادشي واش كاين عندكم كلكم ولا كاين غير تنتو غنفس داكشي اللي قالت لي كلشي كاين عندكم ها وشنو هما الحوايج اللي درتوهم منكم لراسكم باش نقدروا الموقف شنو هما. المهم كاين اللي كان سميتو داروا البصله وسخنوها داروا لها الزيت وغطاوها لهم في العلاقه مع الصباح على حساب اش زعما على حساب الكحه اللي فيهم. اوكي دابا فاش بدا كيسخن الحال يمكن فاش ولا عندهم هاد المشاكل عندكم كيف قلتوا عندكم الكحبه كتعالجوها بالبصله كذا ماشي مشكل راه دائما كيخصنا نعاونوا بشي حاجه بلديه واخا العينين درتوا الملحه والماء الملحه الحيه ماشي الملحه الحيه كان بالنسبه الله دياري عندها علاقه مع الماكله وكذلك واحد الحاجه اللي كيخصكم دائما تقولوها وتذكروها هو الماء الا ما كيشربش الماء بزاف وحتى حتى الفصل اللي كتعطيوها ليهم منين كتجيبوها حاولوا ما تكلفش لا الفصل اللي تيكونوا فيها داك النقاط ديال الماء ما تعطاش كتكون شاغه بحال راسي بحال تسقط وهزيتيها انت وجبتيها هذيك كدير البارازيت وكدير الدياري وكدير جميع الامراض. حنا كنقول الحلول اللي ممكن انني نشريها يعني نديرها في داري قبل ما نمشي للفرماسي صافي. صراحه الوالد ينوي يساعدني بزاف انت ينان التجربه هذه خصك تدخل صراحه غير الاول تردد ولكن ما يتشجع ديف كي انت اصلا انت فاعل جمعوي اولا انت زريخ تجربات بزاف انك كمي غير كشم ولا عليكم يعني اي حاجه تخصي يغضب تخفكره يقدر يري يساعد انت عادي جدا. صراحه غير الاول تردد ولكن ما تزري الصعاب اللي ضغينا التحديات اصلا كي غيات ازن داري التحديات يعني التحديات يقدر اي تحدي راه تسكره ولكن كما تينو فيه التحديات يقصح يعني داك اللي ما كاين الخير الا ما كاين الشر الا ما كاين يعني داك صغار تغليتي راه كيصدر وربي يفتح ولكن حتى الوالدينو اني والو يعني دقيم ضوا التحدي يعني خصك اتي تسكرت يعني ضايا نسكرخ الصراحه يسكريا يا نو غراسي حلال بالدال دغيا المهم غادي نتجمع الجمعيات فتح دغيا الجمعيات اصلا قال خوافة بزاف أقول أنا تك تجا المهم دري كارول شوية دا تدوس دا سوكتيني دا سي جماتنا كون رغماني دا سني غلا سا دود دا تكرا كل استقلال راسخة الناس وخصها تخدم